سيادة الرئيس الأمريكي، وشكرا لرئيس السنغال وشكرا على توفير المستلزمات الخاصة بنجاح هذه القمة. فاختارنا هنا تاريخي لأسباب متعددة، كل الطموحات التي تبناها الرئيس ماكي سال بالنسبة إلى أجندة 2063 هي تحقق الأهداف السلام والاندماج والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه كانت نتيجة للمجهود الثقافي المشترك للكثير من الفارقة من الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأجندة 2063 تركيز لهذه العقيدة على مدى 50 سنة منذ بدئها في سنة 2013 ولضمان النجاح لتحقيق الأهداف، فإن أفريقيا تعتمد على جهودها نفسها للاستمرار، وأفريقيا ملتزمة بأن تكون الحلول أفريقية أيضا، ونتوخى تعاضد أصدقائنا أيضا لأن النتائج ستكون مفيدة لكل الأطراف. ونحن نقول بكل إخلاص إن عملكم، نتوقع منكم العمل الحقيقي وليس فقط النيات الطيبة، ولا نتوقع الحلول السياسية ونتوقع الحلول السياسية التي يتفق معنا إياها وإياها بالنسبة إلى أفريقيا. والشراكة مع أفريقيا تعطي، نحتاج إلى الدعم المالي لتنفيذ هذه الأهداف لأجندة 2063، وهذه الشراكة ستكون هامة لكل الناس. وشكرا لكم. والآن زملاؤنا من الإعلام يجب عليكم مغادرة القاعة، وشكرا لكم، شكرا جزيلا.